هنا القاهرة. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة. ده البيان اللي كان أستاذنا العظيم، ده البيان الأول لحرب أكتوبر، كان أستاذنا العظيم الأستاذ حلمي البولوك رحمه الله رحمة واسعة، وزع هذا البيان ظهر يوم أو يعني في التوقيت يوم 6 أكتوبر الساعة 2:05 بالظبط، طلع بيان بهذا الإطار. وجاءنا البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة، قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهور اليوم زي ما حضراتكم سمعتوا في هذا الإطار. حاجة يعني التفصيلات الصغيرة دي لما بنقف قدامها، احنا بنقف، تخيلوا حضراتكم بقى لما يعني لو الأستاذ حمدي البولك موجود، تقعد قدام الأستاذ حمدي البولك بقى وتشوف كواليس هذا البيان، وتطلع ازاي وتقول ازاي وتعمل ايه، وانت كان شعورك ايه وقتها، زي ما كنا بنسأل الأستاذ عبده مباشر كده.